احنا فين وايه اللي بيحصل، ووصف لنا القطاع الجنوبي اللي بيحصل فيه. احنا طبعا في القطاع الجنوبي، في جزء من القطاع الجنوبي اللي هو الاخير مخلصه خلاص، اللي احنا بنعمل فيه تطوير كبير. اخير بنتكلم في كيلو 160 تقريبا، هو اخره 162، يعني بنتكلم فاضلات 2 كيلو تقريبا عشان نبقى هنا القطاع دون، اللي احنا بنعمل فيه عمليه توسعه لجهه الشارع 40 متر، وبنعمل تعميق في القاع من 66 قدم او 24 متر يعني ل 72 قدم اللي هي 27 متر، يعني بنعمق حوالي 3-4 متر كمان. القطاع ده ما كانش فيه اتعمل تطوير من حوالي 1990 تقريبا، من سنه 90 لان ما حصلش اي نوع من انواع التطوير، هو قطاع صعب جدا، وكانت بنحب نعتبر ان هي مجازفه او مغامره ان احنا نشتغل فيه، لان هو قاع صخري، القاع بتاعه صخري مش تربه طينيه او رمليه يعني، غير توسيع قناه السويس. توسيع قناه السويس طبعا ده كانت رمليه، كانت رمليه طبعا. أيوه. قناه السويس كان قناه السويس الجديده كانت رمليه. ايوه احنا يعني بنتكلم ان القطاع الجنوبي كله اساسا هو صخري. كل ما تنزلي من القطاع الجنوبي كده، احنا بنتكلم على الكيلو مثلا من 100-130 لغايه 160 لو مخرج قناه السويس، الجزء ده كله بيبقى في صخر، وفي عروق صخريه جرانيتيه يعني صلده في الحته دي بقى. في القاع بقى ده. انا بتكلم على في القاع اللي احنا فوقيه. فاحنا عشان كده لما بنعمق وبنوسع بتاخد مننا مجهود كبير جدا في القطاع ده، وحقيقه ان احنا ما كناش نقدر نشتغل في القطاع دون غير بعد ما جبنا الكراكتين الجداد اللي هم اللي احنا واحده منهم اللي هو حسين طنطاوي، واحده من الاثنين اكبر كراكات واحدث كراكات في الشرق الاوسط. ما كانش ينفع، ما كانش ينفع لان هم الكراكات دول اساسا بيشتغلوا نعمل في القاع اي الصخري. حاجه او كنا ناجر من بره، وبالتالي كنا ندفع بعمله صعبه. واحنا بصراحه المشروع ده كله لما كان صد عليه سياده الرئيس، انا كنت بتكلم ان احنا هنعمله من الميزانيه بتاعه هيئه قناه السويس بالجنيه المصري، بكراكات مصر، بعمال مصر، وبالتالي لا احنا فيه دلوقتي اللي احنا مصري 100% تطويره، وبالتالي التكلفه هتبقى من الميزانيه كمان بتاعه الهيئه اللي هي متصدقه عليها من رئاسه الوزراء ومجلس النواب. يعني انا باخد من الميزانيه بتاعه الهيئه عشان اطور المشروع ده او اعمله من غير ما اكلف الدوله كميزانيه الدوله تاني. يعني ما بقربش من ميزانيه الدوله او طلبت منهم فلوس، لا انا شغال بقالي سنتين دلوقتي على فكره من ميزانيه، خدتش منهم حاجه خالص، لا من الميزانيه الاستثماريه اللي هم مسامحين لي بيها. يعني عشان نبقى عارفين برضو موضوع الميزانيه دون، احنا كل سنه في شهر 6 تقريبا في السنه الماليه بنراجع الميزانيه دي مع جهاز المركزي للمحاسبات، وبعدين بتراجع مع وزاره الماليه، وبعدين بتصدى عليها برئاسه الوزراء ويتصدى عليها في مجلس النواب. الجهاز المركزي للمحاسبات ده البدايه، في الاخر بتصدى عليها مجلس النواب. في الميزانيه دي بيتحدد انا حد الدوله قد ايه خلال هذه السنه، وانا هاخد قد ايه عشان اعمل المشروعات بتاعتي الاستثماريه، وعشان الاجور، وعشان قطع الغيار، وعشان التوسيع، الشغل اللي انا شغال فيه، بس كنت بجيب قطع، بجيب وحدات جديده، بتعاقد على وحدات جديده، كل ده من الميزانيه بتاعت الهيئه اللي هي اقل كتير جدا من اللي انا بديه للدوله، يعني الجزء الاكبر بيروح للدوله. وبالتالي انا بقى يعني دايما بعتمد ان انا ما اقربش من ميزانيه الدوله. اللي اتحط واللي اتفقنا عليه انا دايما ملتزم بيه وبديه للدوله، لان الدوله بتعمل حساباتها عليه، وبالتالي مش منطقي ان انا اخش على حسابات الدوله اقول انا عايز كده عشان اعمل مشروع. فبالتالي بحاول ان انا اعمل المشروع ده من ميزانيه الهيئه، وده اللي احنا شغالين فيه.